شحال كنت متمنية كي كنت صغيرة واحد يشرح لي الباسي كومبوزي بهذه الطريقة. تبعوا معايا أسهل طريقة بإذن الله راح تفهموها. دونك كي نقول لو باسي كومبوزي راح نقول الماضي المركب. هنا نفتح قوس نقول في اللغة العربية كي نقول الماضي سي بون، عندنا زمن الماضي الحاضر المستقبل والأمر. في الفرنسي عندنا كي نقول لو باسي عندنا بزاف أزمنة تاع الباسي، عندي باسي كومبوزي، باسي سامبل، لامبارفي، بلوس كو بارفي، كاين بزاف أزمنة تاع الباسي. دونك هنايا شوفوا عندنا اليوم لو باسي كومبوزي اللي هو باللغة العربية الماضي المركب. داكوغ فهمناه واش معناه لا تخاديكسيون تاعو. دونك مركب كي نقول مركب من واش مركب؟ إلي كومبوزي دو كوا؟ دونك مما مركب إلي كومبوزي دو كوا؟ من واش مركب؟ من زوج حوايج، زوج عفايس بشيئا. مركب من لو فيرب être ولا avoir من جهة، ومع لو فيرب conjugué. être و avoir قريناهم ديجا بلي هما دي فيرب لي افعال، لو فيرب être و لو فيرب avoir. دونك مركب من واش؟ من فيرب être ولا avoir مع هذاك الفعل اللي رانا نصرفو فيه. تري بيان، بصح تقولوا لي حنايا ما قلناش هكذا. تري بيان، شوفوا هنايا تري تري بيان، هنا عرفنا être و avoir بلي نسموهم دي فيرب، بصح في الباسي كومبوزي واش يولي اسمهم؟ auxiliaire. هما نفسهم لو فيرب être ولا لو فيرب avoir، بصح ما نسموهش فيرب باسكو راهو مع الاخر. دونك نسميه auxiliaire être ولا auxiliaire avoir. داكوغ تري بيان. وهذاك الفيرب اللي رانا نصرفو فيه لو فيرب كونجوغي الفعل المصرف اللي رانا نصرفو فيه واش نحطو له مع لو بارتيسيب باسي. لو بارتيسيب باسي تاني هو زمن يعني اللي نصرفو فيه الافعال، نرمزو له بارتيسيب باسي با بي بي بارتيسيب باسي. دونك نعاود نقول مركب من واش؟ مركب من لوكسيليير، من لوكسيليير اتر ولا افوار، واحد فيهم مع الفيرب هذاك اللي كونجوغيناه اللي ولا بارتيسيب باسي. راح نشوفوا وقتاش نستعملوا اتر وقتاش نستعملوا avoir، والبارتيسيب باسي هذا منين نجيبوه وكيفاش نجيبوه. قبل هادي راح نشوفو هنايا اكزومبل على واش كنا نهضروا. دونك مثال واحد اللي هو جي مانجي اون بام، اكلت تفاحه. دونك جي مانجي لو فيرب اللي رانا نصرفو فيه هنايا هو لو فيرب مانجي في الباسي كومبوزي. دونك هنا كومبوزي من واش؟ من اوكسيليير افوار، اوكسيليير افوار اي هو لوكسيليير افوار مع لو بارتيسيب باسي تاع لو فيرب مانجي اللي درناه هكذا مع الاو اكسون اي. راح نشوفوا علاش. دونك دوزيام اكزومبل، المثال الثاني، جو سوي الي، جو سوي الي او ميزي. دونك مركب من واش؟ من لوكسيليير اتر مع لو بارتيسيب باسي دو فيرب الي. داكوغ، هذا لو فيرب الي مصرف في الباسي كومبوزي، هذا لو فيرب مانجي مصرف في الباسي كومبوزي. وبدون اطاله نجوزو للتصريف تاعنا، لا كونجوغيزون ديال لو فيرب تاعنا في الباسي كومبوزي. قلنا نصرفو لوكسيليير، لوكسيليير اللي هو يا اتر يا افوار مع لو بارتيسيب باسي. تري بيان، دونك راح نشوفو لوكسيليير اتر ولوكسيليير افوار. دونك اتر هو لوكسيليير، هنا نصرفوه دائما في البريزون في الحاضر وكنا قريناهم وهما هامليك. être je suis tu es es il ou elle est est nous sommes vous êtes il ou elle avec s sont. avoir j'ai ai tu as as il ou elle a nous avons nous avons vous avez vous avez vous
avait, vous avez, il ou elle avec s, ont. Et voilà. Donc, صرفوا l'auxiliaire être ou là avoir. هنا تقولوا لي كيفاش نعرفوا نديروا être ou là avoir. لازم يتحفظوا كاين واحد المجموعه هي لي فيرب برونومينو اللي قريناهم ديجا في الفصل الاول اللي فيهم se. Le pronom se, qui m'a se nourrir, se laver, se lever, ou agayriha, se nourrir, qu'on a, qu'on a. Oui, donc voilà les verbes pronominaux, les firom se, m'aloul, hadouk kamli tsorfo ma être, d'accord, ma être, nzido, les verbes d'état, afal al-hala li chfnahom, l'adjectif qualificatif, attribut. هادوك لي فيرب تاني كامل لي فيرب ديتا يتصرفوا مع لو فيرب ولا مع لوكسيليير اتر. وكاين نعطيكم تاني واحد القاعده تقولنا يعني هكا عفسا برك شوفوا الفعل اللي يندار بكامل لو كور باغ اكزومبل ذهب داكور بس ولا خرج بارتير سورتير يعني خرج كي يخرج واحد يخرج هو كومبليتوم ولا يخرج يخرجوا غير رجليه وهو قاعد في الدار. Non, alors il sort complètement. Très bien. Donc, la chose que nous faisons avec tout le corps, nous utilisons avec être. Et la chose que nous utilisons avec un autre corps de nous, comme par exemple parler, يتكلم, parler. نهضر غير بفمي ولا نهضر غير نهضر بفمي بيدي برجلي كل شيء يهضر فيا. Non, نهضر بفمي. Très bien. Donc, nous utilisons avoir. Comme par exemple تانيت, عندي manger, ناكل, ناكل بعضو واحد. ماشي بكامل بكلش كامل اعضاء دونك جوتيليز لوكسيليير افوار داكور يعني هذه حيله برك هكا ما بيناتنا باش كيفاش نقدر نعرف واش نستعمل اتر ولا افوار. تري بيان دونك نستعمل هذه الحيله وهذوك المعلومات اللي عطيتهم لكم نعرف اذا نصرفوا مع اتر ولا مع افوار. وكي نعرف لوكسيليير اللي راح نصرفوا معاه نحطوه في البريزون اذا كان اتر هاوليك واذا كان افوار هاوليك. دونك هذه الجهه الاولى تاع التصرف اللي هي جهة لوكسيليير ونروحو ديريكتومون للجهة التانية جهة لو بارتيسيب باسي. جهة لو بارتيسيب باسي لو بارتيسيب باسي قلنا هاوليك كي يكونوا عندنا لي فيرب تاع برومي جروب يخلصوا ب او ار. واش ندير نحكم لو فيرب هذاك نحيلو او ار جونليف او ار et j'ajoute e accent نلقى le participe passé qui m'a par exemple هاوليك هنايا le verbe parler. Le verbe parler c'est un verbe du premier groupe يخلص ب er نحيلو er واش ندير e accent اني لقيت le participe passé du verbe parler هو parler نتقو كيف كيف et er d'accord. Donc participe passé تاع les verbes du premier groupe كامل هو e accent, accent comme ça. ماشي هكذا, d'accord? Très bien. Donc, عندي تانيت un verbe du troisième groupe اللي قرينا عليه هو le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe من مجموعة التالتة غير هو اللي خلاص ب ER في المجموعة التالتة. Donc, هو تانيت نديرلو E accent كيما تاع premier groupe. نروح للدوزيام groupe المجموعة التانية اللي خلاصو ب ER. كيفاش ندير لهم لوكسيليير تاعهم؟ باردون كيفاش ندير لهم البارتيسيب باسي تاعهم؟ نحي لهم اي ار واش ندير لهم اي داكور. باغ اكزومبل عندي لو فيرب فينير نحي اي ار جونليف اي ار اي جاجوت اي داكور. فيني هو البارتيسيب باسي تاع لو فيرب فينير. هانا كيفاش ثوازيام جروب هنايا ثوازيام جروب هو فيه افعال بزاف وما عندهمش قاعده سبيسيال. هنا لازم يتحفظوا كاين البارتيسيب باسي تاعهم او اكسون اي اللي هو غير لو فيرب الي ثوازيام جروب. عندي لي فيرب لي خلاصو ب اي تانيت كاين لي ب او كاين تي كاين اي اس كاين اي تي كاين بزاف لي بارتيسيب باسي. تقولوا لي كيفاش نعرفوهم؟ اي بان تركزوا غير على اللي قريتوهم في القسم واللي كاينين في الكتاب تاعكم. هذا ما كان دونك كيما هنا باغ اكزومبل عندي لو فيرب دير سي ان فيرب دو ثوازيام جروب بارتيسيب باسي تاعو اي تي. تقولوا لي كيفاش نعرف؟ ما كاش كيفاش تعرفوا تحفظوه باللي بارتيسيب باسي تاع دير هو دي. هنا عندي نفسه شوفوا ليغ دير كيف كيف
يخلصوا ب ار او ار او مي لو بارتيسيپ باسي تاع لير هو لو والبارتيسيپ باسي تاع دير هو دي ايتي الي راني قلته لكم دونك هنايا حنديروا اكزومبل على تصريف كومبلي داكور بالبارتيسيپ باسي بالاوكسيليير راح نشوفوا هنايا عندي هاد لي فيرب اللي خيرناهم عندي بارلي مع جو دونك نصرف لو فيرب بارلي مع جو انا بارلي دونك واش قلنا نديرو قبل فيه مركب من زوج جوايه اوكسيليير يا اتر يا افوار مع لو بارتيسيپ باسي دونك لوكسيليير تاع بارلي يتكلم واش قلنا يتكلم غير بعضو واحد دونك نستعمل avoir معه avoir مع je في البريزون وشنو هي اي دونك جي نكتب جي هاي لك الجهه الاولى كملناها نروح دوكا للبارتيسيپ باسي عندي فيرب بارلي سي ان فيرب دو برومي غروب المجموعه الاولى يخلص ب او ار دونك نحي او ار وندير او اكسون هاوليك البارتيسيپ باسي ونكتب البارتيسيپ باسي تاعي هنايا normal j'ai parlé d'accord finir بنفس الطريقه auxiliaire plus plus participe passé donc j'ai fini avoir هنا i dire يقول j'ai dit ite هنا avoir عندي lire j'ai lu قرات j'ai lu ونروحو لو فيرب الي واش نقول نقول je suis allé je suis هنا allé ذهب ولا راح نستعمل معاه لوكسيليير être je suis allé هنا participe passé تاع allé هو e accent وهنا كاين e وعلاش درنا هاد الاو هنايا بصح وعلاش شكون الشاطر اللي يعرف يقول لي وعلاش درنا الاو هنايا هادي ما هدرناش كامل عليها تقولوا لي منين جبتوها هادي اي فوالا تبعوا معايا مليح حاجه سهله واضحه تبعوا برك خلاص فهمنا كاع واش قلناه تري بيان راح نشوفوا هذيك حكايه الاو هذيك وشنوها دونك عندي هنا لو بارتيسيپ باسي ياك البارتيسيپ باسي قلنا يقدر يكون قبلو اوكسيليير افوار ولا لوكسيليير اتر إذا كان قبلو لوكسيليير افوار هاد الحاله ما تهمنيش ما عندي ما ندير لها سي بون انا نحوسو على الاو هذيك منين جات داكور دونك نروح نشوف لوكسيليير اتر كيكون البارتيسيپاسي مع لوكسيليير اتر دونك هنايا باردون دونك الفيمينان في الفيمينان في المؤنث نزيد له او كيكون مصرف مع اتر في الفيمينان نزيد او وفي البلوريال نزيد اس يعني في المؤنث نزيد او وفي الجمع نزيد اس هنا عندي شوفوا هنايا je suis عندي لو فيرب الي اللي كنا يعني نكملوا به ما حبيتش نخلط لكم دونك نكملوا بالي هنا زدنا له او مع جو وعلاش je suis allé هذا واش قرينا نزيدو او هنايا ما بين قوسين وعلاش في حاله ما كانت هذه جو انا اللي هي مؤنث اللي راهي تهدر جو ندير او هكذا واذا كنت متاكده باللي جو هذه اللي تهدر هي طفله مؤنث نزيد هنا الاو مور الاو اكسون داكور نفس الحاله مع تشو اذا كنت هنا تشو هي انت ولا انت انا اذا كنت نهدر مع مع تشو انت نخليها هكذا واذا كنت مع انتي نزيد هاد الاو نحطها هنا دونك ايلي الي دونك هنا ما عندي ما نزيد هذا مذكر هو ما راحش يقدر يكون مؤنث ال باركون ال ال هي مؤنث نزيد لها الاو نو سام الي نزيد الاس باسكو راهي جمع اوفيسيال نزيد الاس ونزيد الاو في حاله ما كان هذا نحن هذا نوما بنات اللي راهم يهضروا مؤنث تولي هنا مور اكسون تولي او اس نفس الشرح بالنسبه لفو يعني اس تاع البلوريال و او اس كانت مؤنث بلوريال ايل افيك اس نزيد دائما معها الاس و ال افيك اس نزيد معها دائما او اس في حاله يكون اتر واذا حبيتوا تمارين قولوا لي باش ندير لكم فيديو